عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. إن شاء الله هنقدم نظام كورس أونلاين على اليوتيوب في مجال السوبر ماركت، قطاع التجزئة والريتيل. الكورس هيبقى ليه عدة حلقات، هنقسم السوبر ماركت كل قسم على حدة، نظام الكاتيجوري، الفاميلي ديسكريبشن، الديسكريبشن نفسه، الصنف. دي يعتبر مقدمة للموضوع ان شاء الله. هنتكلم، يعني هنقسم الموضوع لعدة حلقات، هنتكلم عن كل قسم الحدة، هنتكلم عن التشكيل السلعي، هنتكلم عن طريقة العرض اللي اوت، هنتكلم عن طريقة عمل الطلبية، عن دوران الموسوم، عن مبيعات كل قسم والنسبة بتاعته، وهنتكلم عن المقارن بتاع القسم ومعدل النمو، هنتكلم عن التحويلات الخارجية والتحويلات الداخلية، هنتكلم عن الهوالك وتجنبها والتقليل منها ان شاء الله، سياسة عمل المرتجعات، هنتكلم عن المستهلكات والحفاظ عليها، هنتكلم عن سياسة وضع الأسعار من خلال من بداية التجارية إلى أن تصل للأستوكر أو المرشندايزر أو السوبرفايزر أو السكشن مانجر أو مدير الفرع. هنتكلم عن إن شاء الله الدارة المستندية، هنتكلم عن درجة حرارة الثلاجات، رطة الموظفين، هنعمل تقارير الـ 2080، البي في اي، الرواقد واسبابها والتخلص منها ان شاء الله، السوالب واسبابها والانتهاء منها. هنتكلم عن اصناف لا حركة بيع، تقرير اصناف لا حركة بيع وليس لها رصيد. هنتكلم عن الزير ستوك واسبابه. كل ان شاء الله يكون كل تقرير على حدة في كل قسم. فان شاء الله من خلال تفعيل حضرتك للجرس وعمل لايك للفيديو وشيره مع اصحابك، من كتم علما الجم به يوم القيامه. مش عايزين نبخل على بعض بحاجه، حضرتك لو انت شايف ان في تقصير مني، في خطا في معلومه، ممكن تصححها لي باذن الله. انا هنزل حساب الفيسبوك اللينك اسفل الفيديو، وهنعمل جروب على واتساب بخصوص الموضوع ان شاء الله. فأتمنى من الله أن يعلمنا وإياكم، والله المستعان.